سلامتك يا شوق، مالك؟ مأمور، أنا عايز تعزيز للغفرة اللي عندي. عيلة العافية بتتحرج بالخلق كلتها ومش ناويين يجيبوها للبر. مع السلامة. أنا هعمل دوريات ليلية. عايز كل واحد في البلد يقفل على زريبته وعلى داره. إيه؟ طب ولغاية كمان هنقفل عليه؟ إحنا نعمل اللي علينا عشان بعد كده يبقى ضميري مستريح. يا دكتور، ازاي الازمه مش ممكن تجي لها كده من غير سبب؟ يعني هيكون ايه السبب؟ يعني حد ضايقها، سمعت خبر يزعلها، او حد فكرها بحاجه قديمه تضايقها؟ ابدا ابدا. غريبه حقيقه، غريبه. اطمن يا عم. اتفضلوا لو سمحتوا. يا دكتور. ايوه. الدكتور حمدي وصل وقعد في اوضه المسافرين. طيب انا جاي حالا. هي لسه فيها واحد مش يلا يلا على فين؟ على مصر، على القاهرة. طب اتفضل. قعدنا. أنا فعلا كنت متفق معاك إن أنا هنزل معاك مصر فعلا. وبعدين؟ حصل حاجات ما كنتش متوقعها. شو جت لها أزمة قلب على شديد قوي، ما أقدرش أسيبها في الحالة دي. وبعدين؟ ولا حاجة يا حمدي، أنا هتجنن. الموقف كل ما أدم يتعقد أكتر. ما هو أنت اللي معقده. امبارح احنا مش كنا خلاص تسليم مصر؟ وكنت هتسلم نفسك؟ كل دقيقة تفوت وانت هربان مش لصالحك. والست نازك اخت مراتك شاد حيلها عليا وبتراقبني لغاية ما جات لي الديلنجات. انا لازم امشي. قلت لك عندي 100 مرة ضميري مش هستريح من حكاية مديحة الا لو عملت العملية لشوق. وحضرتك بقى ناوي تعمل العملية دي فين؟ هنا؟ لا طبعا، في مصر. فين في مصر؟ معرفش. انا هعمل لها العمليه وبعدين اسلم نفسي. انت مجنون. انا اقرب الناس ليك وبقول لك انك مجنون. ثم ايه حكايه شوق دي بقى؟ انا شايف الموضوع دخل في سكه كده. يعني ما
امال الدكتور في ايه؟ في وقت المسافرين معاه صاحب الدكتور حمدي. الله، روح نسلم عليه ونرحب بيه. المرة اللي فاتت مشي من غير ما نشوفه ونقوم بالواجب. اسمع كلامي، بلاش تتمادى في الحكاية دي. ما اقدرش، البنت محتاجالي. اسمع، انت كل شوية بتقول لهم عاوز امشي عاوز امشي. لما بتنوى على السفر بيبقى تفكيرك انك تسافر ليه؟ مش علشان شايف ان اللي انت بتعمله ده شيء ملوش نهاية؟ انا تايه عمدي، متلخبط، بحس هنا بالامان، لكن بفوق كل شوية الاقي نفسي في امان مؤقت. مشكلتي الاصلية بتلح عليا وعلى تفكيري وعلى حياتي كلها. طب وده اسمه كلام؟ عارف انا زي اللي محكوم عليه بالاعدام، ومتأكد انه هيموت هيموت، وبيحاول يطول في الايام اللي بقياله. هو حارة العمدة لسه ما جاش؟ لا، هو فين؟ في اوضته وجاي حالا، اصل عايز يسلم على الدكتور حمدي والشاي بتاعه اهو. انت عايزه ليه؟ اسمح لي بقى، انا مندهش لتصرفاتك دي. لو كنت متراحي ما كنتش تندهش. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا راجل يا طيب. مش نقول الدكتور حمدي مشرف ده، انا لولا عرفته صدفه من نوفل. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا. البلد نوره منوره بوجودك فيها يا عم. عشت. اهلا اهلا اهلا. الشاي ده بتاعك. ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضل يا عم. نعمين. في حاجة مهمة أوي عن الدكتور سعيد أحب إنك تعرفها، لأنه ما يصحش يخدعك أكتر من كده. إيه؟ الدكتور سعيد الراجل الطيب الأمير ده يعرف يخدع حد؟ أيوه خدعك. أنا دكتور زيه. الدكتور اللي ما قولش الحقيقة لأهل المريض يبقى بيخدعهم. ازاي؟ دكتور سعيد ما فهمكش ان بنتك لو ما عملتش العملية هتموت؟ حمدي اسكت انت يا سعيد، العمدة لازم يعرف الحقيقة. انت كمان يا دكتور حمدي هتقول لي العملية؟ انا فهمت العمدة الحالة شكلها ايه، بس قلت له انها لو ما عملتش العملية هتموت. العملية دي مخليالي بين نارين، اعملها لها واموت انا ولا ما اعملهاش وتموت هي؟ وتموت انت ليه يا عمدة؟ في حد في الدنيا يخاف من عملية؟ دول في بلاد بره دلوقتي بيعملوا عمليات يحطوا للمريض فيها قلب واحد تاني. ما تقول له يا سعيد. انا قلت له كتير مش راضي يقتنع. ارجوك يا عمدة، عملية بنتك دي لو اتعملت هتحل مشاكل كتير قوي. طبعا مشكلة حياتك هتتحل، هتقدر تجوزها وتفرح بيها وتشوف احفادك. انت عندك غيرها؟ لا. خلاص اتكل على الله. لا مؤاخذة عمدة في الكلمة اللي هقولها لك دي، انت لو ما عملتش العملية لبنتك تبقى بتحب نفسك اكتر ما بتحبها. ادوني فرصة فك. النهاردة ايه؟ احنا الصبح ولا بالليل؟ انا جرالي ايه؟ مفيش حاجة جريت لك يا حبيبتي. انا نمت كتير، 10 ساعات. انتي
احسن دلوقتي اجيب لك ليمون. الدكتور حمدي هيبات معانا الليله. المره اللي فاتت جيت ومشيت ما شفناكش ما قمناش بالواجب. معلش يا عمده، لازم ارجع دلنجات الليله دي، ما اقدرش اسيب الواحده ابدا. وده كلام حبايب الدكتور سعيد حبايبنا وضيوف ضيوفنا. معلش يا عمده، عارفين المره دي ان شاء الله المره اللي جايه اجي الاقيك موافق على العمليه واقعد معاكم شويه. ربنا قدم اللي فيه الخير يا ابني. ها بالاذن يا جماعه. انا كنت هقول العمدة على كل حاجة، لكن اديك شفت لحقت نفسي وحولت الكلام على عملية بنته. اشكرك. واظن انت شفت اصراره على رأيه، الراجل مش عايز يعمل عملية لبنته. هتفضل انت قاعد هنا طول عمرك مستني لما تقنعه، ولا انت مستني لان الحال عجبك؟ مش عارف. انت مش عارف انا متعرض ليه علشانك. مش عايز اقولك تفاصيل عشان ما خلكش. أنا حاسس طبعا. وبعدين عايز أقول لك حاجة بقى، ما افتكرش هقدر أجي هنا تاني. ليه؟ لأنهم بيطاردوني في كل حتة، والمرة دي قدرت أزوغ منهم، المرة الجاية ما أضمنش. أنا تايه من نفسي حمدي، مش عارف أتصرف إزاي. طيب أنا ماشي، ولما تبقى تعرف تتصرف إزاي يبقى كلمني. صباح الخير، ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. امال فين صفيه؟ ست صفيه روحت بالليل بعد ما اطمنت عليكي. نفل وصلها بالكارت. صباح الخير على الحلوين. صباح النور يا بابا. ايه ازيك دلوقتي يا عيون بابا؟ الحمد لله. حاسه بحاجه؟ ابدا يا بابا، بقيت كويسه قوي واقدر اقوم. اجري يا سعديه حضري لها الفطار. لا يا سعديه، ماليش نفسي يا بابا خالص. مفيش حاجه اسمها ماليش نفس، لازم تاكلي وتتغذي. اجري يا بنت. ايه يا بابا، بتشبه عليها؟ اه، انا شفت الوش المدور الجميل ده فين قبل كده؟ اه فوق في السماء ليلة 14. حضرتك القمر مش كده؟ وانت بقى يا بابا ابو القمر مش كده؟ انت عارفه يا شو ان ماليش غيرك في الدنيا دي كلها، اني مستعده ابيع عمري عشان اخليكي اسعد واحده في العالم. صباح الخير. صباح النور. انا صفية. ايوه انا كنت عايز اقول ايه شو النهارده؟ لسه ما شفتهاش. بقول ايه، انت سبتيها امتى امبارح؟ بالليل قوي بعد ما نامت. انا ايوه انا كنت عايز. عايز تمشي؟ لا، كنت عايزك تقولي لشو. اقول لها ايه؟ كنت عايزك تقولي لها ايه؟ حاجه ما ينفعش انت تقولها لها؟ انا رايي انك لو عايز تصارحها بحاجه لازم تصارحها بيها دلوقتي. قصدك ايه؟ ما انتش فاهم قصدي؟ لا طبعا مش فاهم. هو في ايه ممكن اصارحها بيه؟ هو انا مخبي عنها حاجه؟ انت متاكد انك مش مخبي عنها حاجه؟ ايه الكلام ده يا نسه صفيه؟ تقصدي ايه؟ اقصد مفيش حاجه مخبيها عليها بخصوص صحتها.
لا ابدا، صحتها هتبقى كويسه ان شاء الله. امال ايه اللي جرى لها امبارح ده؟ مش انت نفسك شكيت ان في حاجه زعلتها او ضايقتها؟ معنى كده ان صحتها مش مظبوطه؟ لا ابدا. ايه يا دكتور، كنت بتقول لي عاوزك تقولي للشوق حاجه. ايه اقول لها؟ ايه؟ ولا حاجه. اتفضلي اتفضلي فوق، اطمني عليها وانا موجود هنا. هوبا، الحمد لله. احنا كنا فين امبارح والنهارده بقينا فين؟ صباح الخير يا شوق. اهلا. صباح الخير يا عم العمده. صباح الخير يا بنتي. لا ده انا شايفاك النهارده الحمد لله قوي. ايه اهي صفيه جات لك اهي. اقعدوا تصلوا مع بعض وانا هنزل البلد عشان عندي شويه اشغال. مع السلامه يا بابا. باي. انا فوت على المطبخ وقلت لسعديه تستنى ما تعملكيش الفطار لغايه ما انزل لها. عارفه هعمل لك ايه؟ فول مصافي. والله يا صفيه ماليه نفسي احط حاجه في بقي. ليه بقى؟ مش عارفه، الدنيا بقت سودة في عينيا. لا لا بقى ده كلام، قولي الحمد لله ان الحكايه كانت لسه في اولها. اولها اولها ايه واخرها ايه؟ دي بقى المشكله اللي كانت في حياته. انت بتسمي الاكل مشكله؟ حضرتك يا ست شوق بتحبي واحد قاتل. هو ايه؟ قتل مراته عشان فلوسها. ما تعيطيش، ده انسان ما يستحقش دمعه واحده من دموعك. انا مش بعيط عشان بحبه، انا بعيط عشان اكتشفت انه مش ممكن يكون بيحبني. ليه؟ مش ممكن واحد في الظروف دي يقدر يحب. قصدك واحد بالاخلاق دي يقدر يحب؟ هو في ايه ولا في ايه؟ طب ليه كان بيعاملني كويس؟ وليه كان حنين معايا؟ ليه؟ شغل مجرمين بقى، عاوز يبلفك. مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق. صفية انتي شفتيه النهاردة؟ ايوه. وعلى فكرة باين عليه قلقان قوي، الظهر ابتدى يشك انك عرفت حاجة. وهيشك ليه؟ من اللي جرالك فجأة امبارح. اسمعي انا رأيي واحدة من اتنين، يا تقولي له انك عرفتي كل حاجة وتسأليه ليه عملت كده، يا اما تسيبيه يمشي. انت لسه بتحبيه؟ مش في ايدي يا صفية. طب ودلوقت هتعملي ايه؟ مش عارفة اذا كنت هقدر احط عينيا في عينيه ولا لا. على العموم هو مكلفني اشوفك صحتي ازاي، واذا كنت عايزاه نبعت نندهله. نبعت نندهله؟ انا هبعت نندهله. هبعت اندهله. انا رايحه اندهله. لا تعالي. هو فين دلوقتي؟ في الجنينة. انا هروح له. هتقولي له ايه؟ مش عارفه. حاولي تخليه يعترف لك باي طريقه. مش ممكن، بالعكس يمكن لو يعترف لي هيخاف مني. أما رايحاله ليه؟ صباح النور.
الحمد لله على سلامتك. من ايه؟ من ايه؟ انت ما حسيتيش بروحك امبارح؟ هو عمرو اللي بيعيا بيعرف هو عيان بايه؟ المفروض الدكتور هو اللي يعرف. الدكتور ممكن يعرف المريض عيان بايه، لكن سبب العيا ده ايه؟ مش شغلته. وبعدين ده ما كانش عيا. امال كان ايه؟ لدي. من ايه يعني؟ من ايه دي ما درستهاش في كليه الطب. المهم الحمد لله ساعتك النهارده كويسه، وارجو ان السبب في اللي حصل امبارح ده يكون راح. هو ما كانش في سبب ولا حاجه، هو كان شويه تعب وارهاق. نعم. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي. قولي. أنا مش دايما بقولك. قولي إيه اللي شاغل تفكيرك؟ أنا ده إذا كنت بتثق فيا. طبعا. يعني هي مشكلة ملهاش حل. أبدا. ولا خايف مني؟ ليه بتقولي كده؟ امال ايه؟ ولا حاجه. هي المشكله دي هي اللي مخلياك عاوز تمشي؟ ايوه. طب امال مش عاوز تقولها لي ليه؟ ما انا لو قلتها لك خايف الا انت اللي تقولي لي امشي. وانا مش هخليك تمشي الا اذا قلتي لي ايه هي مشكلتك. اذا قلتها لك تخليني امشي؟ لا. يا دكتور يا دكتور 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 تسمع يا دكتور؟ حالة مستعجلة خالص. حالة ايه؟ مريضة، حالتها وحشة قوي. طيب انا اركب. اهلا وسهلا دكتور حمدي. هي دي الحاله المستعجله؟ دي مستعجله قوي، ما عندكش فكره. اللي انتم بتعملوه ده جريمه، ده خط. سميه زي ما تسميه، انت حر، احنا هنفسحك. بالك قد ايه ما نزلتش مصر؟ مصر؟ ايوه القاهره. ايه ما وحشتكش؟ اهو انت دلوقتي رايح القاهره. وين يا نوفل؟ افندم حضره عمدي، انت بتلف في البلد وبتشوف الناس وبتدخل دارهم وتقعد معاهم مش كده؟ يا ايوه حضره عمدي. امال ايه، هو انا نايم على وداني؟ طبعا بلف في البلد وبشوف الناس وبقعد معاهم واعرف طلباتهم ايه وبيشتكوا من ايه. ما سمعتش كده طراتيش كلام عن اي حاجه يعني بخصوص الدكتور. دكتور يمال لو انا نايم على وداني وسمعت ايه؟ اهو شويه كلام فارغ كده، انما انا ما سكتلهمش على العمده. لا ما ده انا راعتهم علقه مش هيسوها ابدا. ايه الكلام الفارغ اللي بيقولوه؟ او بيكلموا كده وبيلسنوا عن قعده الدكتور عندني. وايه كمان؟ وشويه تلسين كمان عن 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 ايه يا نوف؟ انت عن الست شوق والدكتور كده؟ امال ايه؟ لا هنا نايم على وداني، بس انا برضو ما سكتش. ما تكلموش عن حاجة تانية يا نوفل. عن ايه؟ عن ان الدكتور ده هربان من مصر وانه قتل مراته. ايه الكلام ده حر العمد؟ دي كلام وصلني. وصدقته؟ طبعا لا. انا كنت قريت عن حكاية زي دي وعن دكتور اسمه سيف مش عارف ايه ولا ايه، لكن هما بيقولوا ان الدكتور بتاعني هو دي. تتصور؟ وهي الجرانين كاتبه اسمه بس مفيش صورته؟ دورت على جرانين تانيه تكون ناشره صورته ما لقيتش. ايه يا نوف؟ مالك يا نوف؟ سرحت في ايه؟ ولا حاجه حضر العمدي، بس الحكايه دي بالذات
انا طلعت فيها نايم على اوداني. ممكن توفر على نفسك كل ده وتقول لنا سيف فين؟ معرفش مخبيه فين. بتقولها وانت متأكد قوي يعني؟ لانك صاحبه وصديقه الحميم. كلمة صغيرة منك تخليني ارجعك للانجاد دلوقتي وانتهي الموضوع. اللي انتم بتعملوه ده اجرام. اجرام اجرام اجرام، احنا حرين. نازك هانم طبعا عارفه اللي انتم بتعملوه ده. ما هي دي المريضه اللي حالتها مستعجله. عندها ايه؟ عندها مرض اسمه الانتقام. الانتقام لاختها اللي راحت بلاش، والبركه في صاحبك اللي مخبيه. مخبيه فين يا انصور؟ طيب بلاش انت ومخبيه، هو مستخبي فين؟ ما هيكلفني بحكايه الدكتور يكلفني بحكايه العمد. خليك انت علوان في حكايه الدكتور. والعمد يا الصالح. العمد خليه علي انا. حكايه الدكتور ده عايزينها زوله بالقطر. لفين؟ مصر. وما فهمش فيها وحغرق في شبر ميه. طنطا ممكن، بس ما اعرفش حد فيها يقدر يفيدني. امال ايه؟ كفر سيئات، ما فيش غيرها. هو انت ما قدرتش تعرف حاجه هنا؟ هنا مش عارف اتلم على ايها خبر. كل كلام الناس سمعته ما فيش عليه اي دليل. وش معنى كفر الزيات يعني؟ ليه ابني بنت عمي مدرس بتاعي هناك، هخطف رجل اروح له. وده هيقدر يديك عقد نافع؟ اعرف عنه ان بيقرا جرنين من الجلده للجلد بيفليها حته حته يوم بيوم. وهتعرف توصف له الدكتور ازاي؟ هو عارف شكله منين؟ مش ضروري شكله. هو يقول لي على الدكتور اللي جرنين بتكتب عنه. واذا كان يلقى جورنال نشر تصويرته يبقى ذات الخير خيرين. وهو انت ولا ما لقيتش في البلد كليتها جورنان عند حد من اللي بيقروا جرانين؟ بيمسحوا بيها الازاز، بيلفوا بيها حاجتهم بعد ما يقروها. في بقى ناس بيرجعوها. حق يا واد يا علواني، لو رحت كفر الزيات ورجعت لي بخبر اكيد ان هو هتديني الحلاوه يا سي صالح. حلاوه وبس؟ ده انا حبسطك قوي. الحلاوه يا سيدي يا بهداوي. طب يلا اتكل انت على الله. وانت هتعمل ايه يا صالح؟ ولا حاجه، كلها يومين ثلاثة وحسبت للمركز كله إن عمدتنا دي ما يصلحش يكون غفير حتى. ادخل ما تعصلكش. مش عايز يتكلم برضو؟ دماغه ناشفة قوي. ايه يا نازك هانم اللي انتم بتعملوه ده؟ مش هيكون زي اللي صاحبك عمله. ده شغل عصابات. حلوة دي، باين عصابة يا نازك. انا عايزك تبقى عاقل يا دكتور. هي كلمة واحدة هتقولها، سيف في الحتة الفلانية. هينزل رشاد يروح له، لقاه تتفضل انت مع السلامة على شغلك. اقدر اعرف حفضل هنا لغاية امتى؟ لحد عقدة لسانك ما تتحل. انا ليا اللي هيدور عليا، وفي حاجة اسمها البوليس في البلد. اهو البوليس زي ما بيدور على سيف هيدور عليك. يعني حفضل هنا لحد امتى؟ اوعدك يوم ما سيف يبان هتبان انت كمان، عشان تظهروا في وقت واحد. جعان؟ تحب تاكل؟ لا، انا عايز فنجان قهوة. يا خسارة، ما عندناش بن وما عندناش اكل. طيب هاتوا للراجل فنجان شاي. شاي يا ريت، ما كانش ينعز. مأذون البلد يجري يسلم فرحي. سعدية يا اختي، هي راحت فين؟ ايوه يا ست صفية، انا هنا في اوضه الدكتور. انت بتعملي ايه؟ بوضب الاوضه. مش حضرتك قلتيلي ما تحضريش الفطار للست شوق لغايه ما اجيلك؟ وعوقتي عليا. لا خلاص انا فضيتلك اهو. طب دقيقه واحده لما اوضب السرير. شفتي يا ست صفيه انا خليت الاوضه زي الفل ازاي؟ طب يلا يلا بسرعه، احسن الفل المصفي بياخد وقت.
اتكسرت كلها ادويه. يا اخواتي انا برج من دماغي هيطير، مش الراجل ده الخالق الناطق الدكتور. ايوه صحيح، لكن ده مش هو. ايه طب حطي الصوره كده جنب وشه هيطلع هو. طب يلا يلا بسرعه خلصين. ايوه بس ارتب الشنطه. انا هرتبها وانت زبيني على المطبخ ولعي على الشاي وحضري الفول ونضفيه وانا هحصلك. حاضر. اهدى كده واعقل، اتفضل جوه. مش هدخل جوه. وطي صوتك امال مين؟ معرفش. يلا جوه بسرعه. يا فندم الاستاذ فكري موجود؟ فكري مين يا فندم؟ فكري مصطفى. لا يا فندم ده ساكن في شقه اللي فوقينا. متاسف. اتفضل. متشكر. بالعفو. اتفضل يا دكتور كمل نومك. هتدفعوا تمن اللي بتعملوه ده غالي. ايوه بس مش دايما المظهر بيدل على الحقيقه. ازاي؟ طب انا مظهري بيدل على ايه؟ أطيب وأحلى إنسانة في المحافظة دي كلها. ودي حقيقتي؟ طبعا. طب أنت في نظري راجل طيب جدا، ممكن ما تطلعش طيب. ممكن. مش معقول. أنا بقول ممكن. صفية انت كنت فين؟ ممكن كلمة؟ هسيبك شوية يا دكتور وارجع لك حالي. انا كمان هروح اقعد استريح شوية. لا ما تروحش، اصل انا عاوزاك في حاجة مهمة. الحقيقة بقى يا دكتور أنا عاوز استشيرك استشارة طبية، فعملت حجة إن نوفل وسعدية بيتخانقوا في المطبخ وقلت لشوق تروح له. أنت مش عايزة شوق تسمع الاستشارة الطبية دي ليه؟ أصل هجيب سيرتها فيها. هي الاستشارة دي عن شوق؟ لا عن أختي. مالها؟ أنا ملاحظة اليومين دول إن عندها نفس الأعراض اللي عند شوق. أختك دي عندها كم سنة؟ مش فاكرة لما أختك كانت صغيرة كان بيجي لها لوز كتير؟ لا يعني عادي. ما كانش بتفسد يعني؟ ما كانش بينزل دم فاسد من مناخيرها؟ يمكن مرة أو اتنين بس. ما جالهاش حمى روماتيزمية؟ لا بعد الشر.
طيب ممكن اعرف ايه اللي هي بتحسي بيه دلوقتي بالظبط؟ لما بتجري بتتعب وتنهج. ده بقى اللي مخوفك. طبعا اصلها بتقول نفس الكلمه اللي بتقولها شوق لما بتجيلها الازمه، نفسي مش قادر اخد نفسي. طيب انت شخصيا بتشكي ان عندك نفس الاعراض؟ لا. ليه؟ طيب ممكن تجري لغايه الشاور اللي عند الحيطه دي وترجعي جري برضه، تعرفي هترجعي تقولي لي ايه؟ نفسي وانا تعبانه وبنهج. عيادة في مصر؟ طبعا. وبيجي لك عيانين كتير؟ الحمد لله. لكن ليه السؤال ده؟ لا ابدا. ايه بالظبط؟ يعني قلبها ضعيف شويه مش سليم. وده فيه خطوره على حياتها؟ لا مش قوي، بس هي عايزه شويه حرص، عدم انفعال نفساني، عدم اجهاد، يعني تقدري تقولي كده مش هتقدر تعيش حياه طبيعيه، في شويه قيود لازم تعيش بيها. يا حبيبتي يا شوق ما تستاهلش والله ده كله، دي انسانه طيبه بتحب الناس وتحب لهم الخير. هو دايما الناس طيبين هما اللي بيجرالهم كده، مش المؤمن مصابع لسه فيها. شو قالت؟ فضيت الخناقه يا شو؟ ايوه وصالحتهم على بعض، بس تعرفي انا حاسه ان نوفل كان مظلوم. لحقتي تعرفي؟ ده انت ما بقالكيش 10 دقايق. صحيح السعدية اتهمته بحاجات كتير، بس برضه حاسه انه مظلوم. يا الخناقه كانت كبيره للدرجه دي؟ جدا. دي كانت حاسه ما اتكلموا بعد كده. هقوم انا بقى احضر لك الفطار مع السعدية مدام الصلاح. هعمل لك فول مصفي هتاكلي صوابعك وراه. من غير ملح خالص. الميه غليت والفول جاهز والست صفية اتأخرت. هي فين؟ ستها بتوضب اوضه الدكتور وقالت لي نقي الفول واغلي الميه للشاي. صفية دي إنسانة ممتازة وصديقة وفية جدا جدا. إحنا مش ولاد خالة بس، أكتر شوية، وتقريبا متربيين مع بعض.
بحس انها بتحبك قوي. انا كمان بحبها خالص. وبعدين يا نوفل، الست صفية اتأخرت والمية هتنشف على النار. ما بالك يا عم، ما تزود المية على بال ما تيجي، ده انت خيبة قوي. طب وفطار الست شوق واحنا بقينا الضحى اهو. وماله، زودي المية وروح دور على الست صفية. انت يا بنت ما تخافيش تتصرفي لوحدك ابدا. طب يا فارح، زود المية على ماجد، ما فاكش غلط له لسان. انا زود المية يا شغلان، انا زود المية. اشمعنى يعني النهارده بتحضر لك الفطار مع سعديه؟ ولا حاجه، هي ساعات كده تحب تدلعني. بس انت النهارده اتاخرتي في الفطار، كان لازم تفطري بدري شويه. اصل سعديه كانت مشغوله شويه في اوضتك بتوضبها. رايح فين؟ جاي حالا. عشان كده اصلها وقت عليا، ما هي كانت معانا في الجنينه وبعدين راحت لك عشان الفول والصفا. يبقى لازم دخلت لي من اوضه المسافرين. لما اروح اشوفها. فين يا ست شوق؟ ده انا لسه كنت هسألك عنها. قالت لي اغلي الميه للشاي وحضري الفول وبعدين ما جاتش. هو الدكتور فين؟ لسه داخل اوضته دلوقتي. طب روحي شوفي صفية فين حالا. يعني هي الارض انشقت وبلعتها؟